السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الجورنال دو ماغ. ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير. اليوم الوصفة تاعنا هي ديسابلي بالزيت، وصفة اقتصادية عفوا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا هاد السيمانه جو سي باش ندير لكم الحلويات غير بالزيت. سا فو با دير كو سي با بون، او كونترير والدينا باش كانوا يديرونا الحلوى وتبارك الله تخرج ما شاء الله. المهم كل وحده والمقادير المكتوب تاعها واللي عندها المصروف. المهم انا كنت كما قلت لكم نعاود ونعاود، جو في سي باش ندير لكم هذه السيمانه الحلويات اقتصاديه بمكونات اللي عندنا في الدار. ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. نمروا المقادير وكيفيه التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير عندي كاس سكر، كاس مايزينا، كاس زيت، زوج حبات بيض، 10 غرام خميرة حلوى ليفيغ شيميك، و ان ساشي تاع سكر فانيي ولا فار. نبداو بسم الله. درت زوج حبات بيض، بسم الله، غادي نزيد عليهم السكر. انا غادي اليوم نستعمل باتور الكتريك، الا ما عندكمش بالدراب اليدوي خلطهم شويه. أنا غادي نزيد الزيت، بسم الله، غادي نزيد المايزينا، بسم الله، نحركها غير شوية، غادي نزيد لافاني. نسيت قبيله كاع باش نخلطها مع البيض والسكر، مي سي با غراف. انا راني قلعت الباتور الكتريك، دروك غادي نزيدو الفرينه، بسم الله، نزيدو الخميره تاعنا، فوالا ندلو فيها غير بشويه، ما نعجنوش، توجور توت سور دو غاتو دائما نلمو غير بصبعاتنا. دروك غادي نلمها غير بصبعاتي، بسم الله، وانا مازال تلصق. فوالا هذه هي العجينه اللي لازم نتحصلوا عليها. فوالا فوالا طريه. انا غادي نخليها تريح 5 مينوت كما عودتكم. دائما الحاجه اللي نديروها بالزيت نغطوها باش ما تيبسلناش. لو طون اللي نوجد نحمي فيه الفوق 180 دوغري 180 درجه ونوجد لي زون بورت بياس. فوالا سمحوا لي، انا حسبت الكاميرا كانت مشعوله، بديت حليت العجينه، ديت غير نصها. فوالا انا هادو هما لي زونط بورت بياس اللي ديتهم، فوالا باش نديرو بهم الصابلي تاعنا. بسم الله، نوريلكم غير وحده، هذا هو السمك اللي لازم تحصلوا عليه. فوالا انا غادي نكمل كيما هكا ونعاود نقول لكم ان شاء الله. فوالا راني كملت مع السنين الاول، دروك غادي نديها طيب. كيما قلت لكم ما تديش وقت طويل في الطياب، غير عسوها بين 6 دقائق 7 دقائق، وغادي نعاود نوجدو السنين الزواج مع هذا باسكو غادي نديرو صابلي بالكونفيتور. وغادي نوري لكم طريقه واحده اخرى، زعما الا ما نجمتوش تحلوها على الفرينه غادي نديرها بين زوج ان ساك دو بلاستيك، غادي نحله ونطبعو بهذا، نديها طيب ونولي لكم.
فوالا كيما قلت لكم الا ما نجمتوش ديروها تحلوها على الفرينه باسكو سيت اون بات ديليكات ياك ديروا ان سيرف دو بلاستيك كيما انا حليت هذا عندي طويل غادي نديرها ونوري لكم كيما هاك غير بشويه نسيو نحلوها غير بيدينا فوالا ولا كيما راكم تشوفوا راني حليتها على البلاستيك غادي نطبعها بهذا سيني ها هو هذا كما قلت لكم انا شويه ديليكات لاباط وبالنسبه للطهي ماشي كما البلا الاول اللي درناه فوبا اوبليي باللي ما كاش بزاف العجينه رانا قالعين منها بزاف دونك لازم نعسوها مليح انا نكمل كيما هكا ونولي لكم ان شاء الله فوالا هاي الحلوة تاعنا كي طابت فوالا ما خلوهاش طيب بزاف غير تحمر واحد شويه فوالا بسم الله غادي نبداو انا هنايا عندي كونفيتور تاع ابريكو زدت عليه مغرف تاع مازهر او دو فلور دورونجي خففته غير واحد شويه وانتم اي كونفيتور عندكم ديروها بسم الله فوالا بسم الله نزيد واحده اخرى فوالا كما راكم تشوفوا تبارك الله نكمل كاع الحلوه تاعي اللي بقات ونولي لكم باش نشوفوها كي جات ما في الاخير بسم الله لي صابلي تاعنا راهم واجدين ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم بسم الله هنوري لكم وحده فوالا تبارك الله عطاتني كميه كبيره غير جربوهم وما تندموش غادي نحلها لكم فوالا كما تشوفوا تبارك الله نزيد نحلها جات خفيفه وهشيشه ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي الخبر ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته